وللوقوف أكثر على انتهاكات الحكومة في العراق في السجون ضد المعتقلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أهلا بك سيد عادل. بداية، يعني بعد وفاة المعتقل وليد سليمان الخليفاوي بسبب التعذيب والإهمال الطبي منذ يومين كما تعلم، يلتحق به اليوم المعتقل بلال ياسين رشيد. السؤال هنا، كيف ترى زيادة وتيرة الوفيات داخل المعتقلات في العراق؟ وهل أصبحت ظاهرة مع تكرارها؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لك وللرافدين والمتابعين الكرام. أهلا بك. قد يكون السجن مكانا للإصلاح أو العقوبة أو شكلا من أشكال سيطرة الدولة أو فرض القانون، لكن أن يكون السجن مكانا للقتل والتصفية، عندها ينعدم مفهوم الإصلاح وتسقط شرعية الدولة وتسقط هيبة القضاء حقيقة. زيادة حالات القتل أو الوفيات داخل المعتقلات بطريقة القتل العمد أو الإهمال الصحي، وكأن السلطة والأحزاب قررت قتلهم جميعا، لكنها تخشى قتلهم جميعا فتقتلهم فرادى أو مجموعات. مقتل هؤلاء المعتقلين ليس الظاهر حقيقة، بل إنها منهاج واضح ومستمر منذ 18 عام، وهو من سيء إلى أسوأ. حقيقة ملف السجون العراقية ملف من أسوأ ملفات العراق في التاريخ الحديث. نعم. طيب سيد عادل، يعني في سجن التاجي كما سجن الحوت كما غيرهما من سجون العراق تحدث انتهاكات فظيعة بحق المعتقلين، أين تقف السلطات القضائية التي من شأنها مراقبة السجون كما هو منصوص عليه في القانون؟ حقيقة من الواجبات البديهية للسلطات القضائية هي أولاً ضمان محاكمات عادلة للمحتجزين، ثانياً ضمان عدم تعرض المعتقل أو السجين لأي انتهاك. ولكن في الواقع إن السجون جميعها ومرافق الاحتجاز التي تشغلها وزارتي العدل والداخلية لا تلبي المعايير الإنسانية، من ظروف الاعتقال إلى الاحتجاز إلى التحقيق إلى إطلاق الأحكام القضائية، كلها يتحمل مسؤوليتها السلطة القضائية ووزارة العدل وإدارة السجون، وهي مسؤول مباشر عن جميع حالات الانتهاك داخل السجن. سيد عادل، نعم، يعني منذ أيام دفن ذوي المعتقلين ما يقارب 20 جثة وتتولى الوفيات داخل المعتقلات، لكن الملاحظ أن أغلب من قضى ممن أكملوا محكوميتهم أو قارب على ذلك، بما تفسر هذا الانتقاء لتنفيذ جريمة قتل جماعية ضد هؤلاء بالذات؟ نعم سيدي، إن قتل من يطلق سراحه أو من أكمل محكوميته حقيقة يجعل من الشكوك يقين بأن هناك جهات حكومية لا تريد إخراج أي معتقل من داخل السجن، وكلما ارتفعت المطالبات بإقرار قانون العفو العام كلما زادت الانتهاكات داخل السجون وحالات القتل وزيادة حالات الوفيات المجهولة الآن. وهنا نعم، من الواضح أن هناك جهات حكومية ميليشياوية مسيطرة على السجون وتاجر بالمعتقلين وبحياتهم، تتحكم بمصائرهم وأرواحهم بطريقة طائفية على طريقة المافيا والعصابات طبعا. إلى الآن لم يتم التحقيق في أي جريمة قتل، ولم يتم التحقيق بزيادة حالات الوفيات إلى الآن. لم يحاسب أحد، لم يجرم أي عنصر أي مسؤول داخل السجون، لم تخرج أي نتيجة تحقيق واضحة سوى التسويف والمماطلة من قبل القائمين على ملف السجون. إلى سؤال جديد سيد عادل، يعني لطالما كانت سلطات السجون تبرر موت المعتقلين بتدهور حالتهم الصحية، اليوم وبعد الكشف عن أثر تعذيب ظاهرة على جثث بعض الضحايا، هل من مبرر مقبول لإفادات الحكومة عن موت المعتقلين التي كانت تعضدها بشهادات طبية؟ في الواقع حقيقة لا يوجد مبرر للسلطات الحكومية سواء كان بشهادات طبية أصدرتها إدارة السجون حقيقة، فهو في الواقع متعاونون متفاهمون ضمن سياق واحد ألا وهو تسويف وتحريف الحقائق، وبدليل لم تخرج الجهات المعنية الحكومية ولا بنتيجة تحقيق واحدة بدين أي عنصر في هذه الجرائم التي حصلت على المعتقلين، لم تخرج السلطات بنتيجة تحقيق واحدة. كل المبررات
مطعون بها وبمصداقيتها. وحقيقة كان هناك في بيان سابق للمصدر العراقي للحقوق والحريات حول تسريبات تحوم حول حالات إعدام بالعلاج السلبي للسجناء عبر علاج بإيموديوم والكودين وعقار الوارفين بدون تعطى بعلم أو بدون علم للسجناء. لأنه كان هناك حقيقة نفس الأعراض كانت عند حالات الوفيات التي فقدت حياتها. نعتقد أن هناك حالات إعدام للسجناء عبر هذه العلاجات حقيقة كتبناها في بيان سابق، تعطى عبر الطعام أو الشراب أو تعطى بوصفات بدون علم السجناء. إلى السؤال الأخير الآن سيد عادل، يعني كيف يصنف القانون المحلي والقانون الدولي الإنساني هذه الانتهاكات ضد المعتقلين، لا سيما وأنها صادرة من موظف عام، وهل يمكن ملاحقة الجناة أم أن الجريمة تسقط بالتقادم؟ نعم سيدي، بالتأكيد هناك تجريم في القانون المحلي العراقي لحالات القتل، حالات قتل السجناء أو المعتقلين إذا كان على يد موظف في الدولة كان عسكريا أو مدنيا بقانون 111 المادة 19 الثانية سنة 69 وأيضا دوليا تجرم الأمم المتحدة القاعدة 43 والقاعدة 46 بتفاصيلها، قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وأيضا جرمت محكمة عدل الدولية في المادة 7 والمادة 55 فقرة ألف بكل موادها جناية القتل أو التعذيب أو الاضطهاد أو الإخفاء القسري والأفعال اللا إنسانية المماثلة ضد أي مجموعة من السكان أو المعتقلين أو السجناء، هذه الجرائم جميعها يحاسب عليها القانون المحلي والقانون الدولي والمحاكم الدولية الآن أو لاحقا. ولا تسقط أي جريمة مهما طال الزمن أو عطى عليها الوقت، ولا بد من حساب. المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.